السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة معانا فيديو قصير لكن مهم جدا جدا جدا. الفيديو ده هيبقى لي جريد 2 الصف الثاني الابتدائي، هنقرأ فيه الفوكاب او الكلمات اللي موجودة في يونت 8 اللي هي بعنوان A Trip to the Store. هنبدأ على طول عشان ما نتأخرش في الفيديو، وهنبدأ بـ Lesson 1 او الدرس الاول. اول كلمة معايا كلمة Stationery Shop. Stationery Shop معناها محل الأدوات المكتبية. Stationery Shop، ال T-I-O-N يا ولاد بيتنطقوا كده مع بعض، شن شن. أول كلمة معايا كلمة مقص ومعناها Scissors. Scissors Scissors، لو الكلمة صعبة نقسمها على الأولاد، S-C-I-S-S-O-R-S S-C-I-S-S-O-R-S Scissors. كراسات Nude Box، كراسات نوت بوكس. أقلام جاف pens، أقلام جاف pens. كتب بوكس، كتب بوكس. حقائب bags، حقائب bags. أقلام رصاص pencils، أقلام رصاص pencils. فرش التلوين paint brushes، فرش التلوين paint brushes. مساطر rulers، rulers. الآلة الحاسبة calculator، calculator، calculator. قسمها لفور syllables، calculator، 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 calculator. أقلام التلوين colored pencils، colored pencils، colored pencils. وطبعا color لوحدها معناها لون، لكن colored pencils أقلام التلوين. ألوان الطلاء paints، paints، paints. ألعاب toys، toys، toys. ورق ملون colored paper، colored paper. lesson 2 كلمات الدرس الثاني page 65 صفحة 65. أول كلمة معايا كلمة lemons معناها ليمون، ما نقولهاش lemon، ما ننطقش الأو يا ولاد، lemons، lemons. البرتقال oranges، oranges، ما اسمهاش orange، اسمها إيه؟ orange، orange. فهنا ده برتقال جمع يبقى oranges، oranges. تفاح apples، apples. الموز bananas، bananas، bananas. سوداني nuts، nuts، nuts. والتين figs، figs، figs. lesson 3 الدرس الثالث مديني النمبرز او الارقام، 10 10، 20 20، 20 أو 20، 21 21 21 أو 21، 22 22 22 أو 22، 23 23 23 أو 23، 24 24 24، 25 25 25، 26 26 26، 27 27 27، 28 28 28، 29 29 29، 30 30 30 أو 30، 40 40 40 أو 40 40، 50 50 50، 60 60 60، 70 70 70، 80 80 80، 90 90 90، والمية 100 100. lesson 5 الدرس الخامس بيتكلم لي على الموني او النقود. الجنيه الواحد 1 pound 1 pound 1 pound. الخمسة جنيه 5 pounds 5 pounds 5 pounds. خلوا بالكم هنا بنحط S مع كلمة pound لأن الخمسة جمع، ما ينفعش أقول 5 pound، no 5 pounds. العشرة جنيه 10 pounds 10 pounds 10 pounds. العشرين جنيه 20 pounds 20 pounds أو 20 pounds. الخمسين جنيه 50 pounds 50 pounds. plus معناها زائد plus. العملة المعدنية coin، coin. والعملة الورقية bill،
bell. Lesson 6 كلمات الدرس السادس بتتكلم لي على الكلوز ستور متجر الملابس وفلاور شوب محل الزهور. اول حاجه معايا كلمه كلوز معناها ملابس، دي ما اسمهاش كلوزس، اسمها ايه؟ كلوز. كلوز يبقى كلوز ستور معناها متجر ملابس. اول كلمه معايا كلمه سكيرت جيبه، سكيرت جيبه. شوز حذاء، shoes حذاء. jacket اللي هو jacket، jacket. won't يريد، won't يريد. please من فضلك، please من فضلك. بعد كده هناخد الكلمات المتعلقة بالflower shop محل الزهور. طبعا كلمة flower يعني زهرة وكلمة shop يعني محل، يبقى flower shop محل الزهور. اول كلمة معايا كلمة bunch، bunch bunch ومعناها باقة ورد. plant نبات، plant نبات. cactus صبار، cactus صبار. yellow flowers زهور صفراء، yellow flowers زهور صفراء. بعد كده مديني شوية كلمات وبيقول لي connect with social studies، علاقة منهج connect بالدراسات الاجتماعية. أول حاجة كلمة currency ومعناها عملة، currency currency عملة. useful مفيد، useful عكسها not useful غير مفيد، not useful. people الناس، people الناس. مصر Egypt، مصر Egypt. عالم world، عالم world. يشتري buy، يشتري buy. يستخدم use، يستخدم use. طعام food، طعام food. منزل house، منزل house. ألعاب toys، ألعاب toys. حلوى sweets، حلوى sweets. need يحتاج، need يحتاج. want يريد، want يريد. lesson 7 كلمات الدرس السابع كلمات الفونكس. الاو لما يجي وراها اي بيعملوا لي صوت الاوي، اوي زي كلمة coin، زي كلمة oil، زي كلمة soil، وزي كلمة point. الاو لما يجي وراها واي بتعمل لي نفس الصوت اللي هو اوي، اوي زي كلمة boy ولد، وزي كلمة toy لعبة. بعد كده الكلمات الدرس الثامن lesson 8 connect with science، علاقة منهج connect بالعلوم. نتكلم النهاردة على الماتيريالز اللي هي المواد الخام، ومديني أربعة: plastic، plastic اللي هو البلاستيك. paper، paper اللي هو الورق. metal، metal اللي هو المعدن، ممكن أقول عليها metal، metal. والglass اللي هو الزجاج، glass. بكده نكون خلصنا الفيديو القصير لكن مهم جدا 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 اللي طلبتوه مني. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.